مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من جيل المستقبل. أكيد موضوعاتنا متفرقة ولازم بتهم كل حضراتكم. احنا النهاردة بنتكلم على موضوع مهم جدا جدا، ان احنا خلاص على اعتاب فترة الامتحانات، وهي فترة صعبة جدا سواء على الطلاب او سواء على حتى على اولياء الامور. ازاي ممكن نتعامل مع المشكلة دي؟ ازاي ممكن نتعامل معها نفسيا في حالة من القلق وحالة من التوتر طبعا بتكون لدى الطلاب، ومش بس الطلاب كمان، لا اولياء الامور الحقيقة كمان، حتى اولياء الامور بقلقهم بينقلوا التوتر للطلاب، والطلاب بينقلوا يعني قلقهم وتوترهم لاولياء الامور. الموضوع متبادل، في مشكلة كبيرة، لازم ازاي نعالج الموضوع ده عشان يكون فيه هدوء وثبات في الموضوع ده، عشان نقدر يعني الطلاب يدخلوا الامتحان بأريحية، ما يبقاش فيه توتر، ما يبقاش فيه مشكلات، ما يبقاش فيه تفكير كبير في الحياة. ده موضوعنا النهارده اللي هنتكلم فيه بشكل رئيسي. اما موضوعنا الثاني ان شاء الله هنتكلم فيه مبادرة مهمة جدا، وشاب من شباب جيل المستقبل عمل منصة ابني دوت كوم لإدخال البرمجيات اللي بتساعد المؤسسات التعليمية والطبية والتجارية على مواصلة عملهم، وطبعا ده بيكون من خلال وزارة الشباب والرياضة. الموضوعين دول ان شاء الله معانا النهارده في جيل المستقبل. خلونا نطلع لفاصل قصير ونشوف اخبارنا اللي معانا اللي بنتناولها باذن الله. اهلا بكم من جديد. اعلنت وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني فوز عدد من الطلاب المؤهلين والمشاركين في المعرض الدولي الافتراضي بثلاثه جوائز في المسابقه الدوليه للعلوم والهندسه، واللي عقدت برعايه الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه. قدمت الوزارة التهنئة للطلاب الفائزين لحصولهم على جائزة خاصة في مجال البرمجيات عن مشروع استخدام الكمبيوتر وأنظمة التعليم الآلي لتطوير الخوارزمية الخاصة اللي بتساعد الأطفال ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة على استخدام أجهزة الحاسب الآلي. أيضا حصول أحدهم على المركز الرابع عالميا في مجال الكيمياء الحيوية، والمركز الرابع عالميا في مجال الهندسة البيئية. أشادت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالبرنامج التدريبي اللي نفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب في كافة المستويات، واللي بتتفق مع خطة الدولة المصرية في المجالات كافة، وذلك خلال لقائها بدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة أوجه التعاون بين الأكاديمية والوزارة لوضع خطة عمل لمجموعة من البرامج التدريبية الجديدة لتأهيل وتمكين الشباب. أعلن دكتور محمد صعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيين 1551 شاب من مختلف المؤهلات، من بينهم 29 من ذوي الهمم، وذلك بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة. كما قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء بتعيين أكثر من 600 شاب، منهم شباب من ذوي الهمم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظات. شاب عنده 24 سنة من أبناء محافظة البحيرة حاصل على ليسانس الحقوق، ليه طموح زائد جدا وحماس شديد، أصبح باحث في القانون الدولي بعد أن كان يقسم يومه ما بين الدراسة والعمل. محمد إبراهيم عنده 24 سنة من البحيرة، حاصل على ليسانس الحقوق بجامعة طنطا، يعمل منذ صغره بمجال النقاشة والمحارة، وهي مهنة ورثها عن والده، من خلاله استطاع الاتفاق والإنفاق على دراسته حتى أنهى دراسته بتقدير جيد جدا وأكمل دراسات العليا في القانون الدولي. يصبح الآن عضو في اللجنة الاقتصادية للتنمية المستدامة ب 2030 بجامعة الدول العربية بعد اختبارات كثيرة عن التنمية المستدامة والخطط لمناهضة الدول وللنهوض بالدول كمان. هي ده طبعا شاب من الشباب اللي يستحق التقدير والاحترام، يعني كافح واستمر في مهنة ربما الواحد بيهرب منها، لكن هو خد كذريعة طويلة جدا ان هو يبدأ حياته ويبدأ عمله ويبدأ دراسته ويحقق طموحه ويصبح نموذج من شباب 20-30. نخرج لفاصل ونبدأ مباشرة أولى حواراتنا بعد هذا الفاصل. أكيد الامتحانات فترة صعبة جدا على البيت كله، وفترة صعبة جدا وبلغة التعقيد على اللي بيمر بيها، طموحات وأحلام بيبنيها في خياله ونفسه يحققها، لكن زي ما قلنا ومرينا كلنا بالفترة دي،
الحقيقه انت بتختار مجالك برغبتك، مش معنى ان انت لا في حاجه اسمها كليات قمه ولا كليات قاع ولا كليات معرفش ايه او دي كليات لازم تدخلها، لا انت تقدر تحقق ذاتك فين، تقدر تنجح فين، هو ده النجاح الحقيقي، ده اللي احنا دايما بننصح بيه. ما تدخلش نفسك في توتر، ما تدخلش نفسك في ضغوط نفسيه كبيره جدا عليك وعلى اهلك او البيت يضغطوا عليك بشكل كبير، اللي انت هتلاقي نفسك فيه اتجه ليه مباشره وحقق ذاتك فيه. دي النصيحه اللي احنا دايما بنتوجه بيها او بنحاول نقدمها للجميع، ما تفرضش نفسك. ياما ناس دخلت كليه القمه وفشلت لان هو مش مجاله ومش رغبته، وبعد حتى ما اتخرج منها ما قدرش يكمل فيها واتجه للمجال هو بيحبه. انت تلاقي نفسك فين اتجه ليه مباشره. ده اللي هنسأله مباشرة لضيفتنا الكريمة الأستاذة إيمان صلاح داود، مدرب حياة معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج. شرفنا يا أستاذة إيمان. أهلا بيك. بنسعد بيك دايما. أكيد المكان اللي تلاقي نفسك فيه روح ليه على طول. أكيد بلاش يضغط عليك ويقول لك روح خليك في كليات القمة وهات 200% وخش ما أعرفش كلية إيه، خش الكلية دي ما تقدرش تكمل فيها، عندنا نماذج ممكن نعد لبكرة. أكيد. دخلوا كلية القمة وسابوها لأن هم مش مجاله ومش نفسيته ولا طموحه ولا مؤهلاته. أكيد. لازم هو الحاجة اللي بيحبها يروح لها مباشرة. أكيد. طيب خلينا نبدأ مع أستاذة إيمان، نبدأ بالنقطة دي يا أستاذة إيمان، إزاي الواحد ما يخشش في ضغوط من البيت وضغوط من المجتمع وضغوط من الآخرين إنه لازم يحقق اللي هو مش في قدراته أصلاً؟ اهم حاجه في الموضوع ده ان الواحد يبقى عارف شغفه فين بالظبط، وعارف قدراته فين، ومحدد نقاط القوه بتاعته ومحدد نقاط الضعف بتاعته. اكيد ربنا ميزنا كلنا عن بعض، مش كل الناس زي بعض. صح. وربنا ميز ناس عن ناس. اكيد لو في حد مثلا قليل في حاجه معينه اكيد ربنا معوضه في الحاجه الثانيه. فاهم حاجه في الموضوع ده كمان ان الاهل ليهم دور كبير جدا، ان هم ما يتمنوش وما يعلوش سقف توقعاتهم بشكل كبير جدا على اولادهم، وبالتالي ان هو يضغط عليه علشان ينفذ الامنيه بتاعه الاب ده او الام اللي ما عرفش هو يحققها. بالظبط. لان كل الولاد كلهم عندهم قدرات كبيره وقدرات كمان منخفضه، فاحنا بنركز على نقط القوه فين وبنحاول ان احنا ننميها علشان ينبغوا ويحققوا فعلا نجاح في المجال اللي هيدخلوه. طيب عايزين نتكلم برضو عن القلق الزايد عن الحد، القلق الشديد، القلق الغير مبرر. امتى يكون القلق ده غير مبرر بشكل مضاعف جدا، سواء من الطالب او حتى من اهل البيت؟ جميل. خلينا في البدايه كده نفهم يعني ايه القلق. القلق ده شعور ربنا فطرنا عليه كلنا، ما ينفعش ان احنا نمنع نفسنا منه، ولكن كل اللي في ايدينا ان احنا نتحكم ان احنا نحس بيه في المنطقه المتوسطه بتاعته، المنطقه المعتدله اللي هو ربنا اصلا مخلينا ان احنا نحس بيها. في البداية كده القلق هو عبارة عن ان احنا خايفين من حاجة لسه هتحصل في المستقبل، هو احساس بالخوف من المجهول اللي احنا لسه مش عارفينه وما مرناش بيه. علشان كده بيتولد عندنا احساس بالضغط واحساس بالقلق من اللي جاي. القلق ليه ثلاث مستويات، في مستوى عالي هو بنسميه مرحلة الخطر، بنولع فيه اللمبة الحمراء يعني بقى فيه الارم كده، وده المستوى بقى اللي الناس بتبقى فيه فعلا قلقة بشدة زي ما حضرتك قلت. للأسف في المستوى ده الإنسان بيفضل يفكر في المخاطر، وتبص تلاقي إن عقله واخده لكل الاحتمالات السلبية وسوء الظن وكل حاجة وحشة ممكن تحصل. المستوى المعتدل هو المستوى المتوسط من القلق اللي احنا المفروض كلنا نبقى عليه. ليه؟ لأن هو الحقيقة بيخلينا إن احنا نشتغل بجدية تجاه الحاجة اللي هي عاملة لنا قلق، وبالتالي ننجح فيها وننبخ فيها كمان. اما المستوى الخطر برضو بنسميه وهو اخر مستوى، المستوى المنخفض خالص، هو ده الناس اللي هي مش بتقلق اصلا، اللي هي عندها عدم تحمل المسؤوليه. بس ده مش مطلوب. أكيد. لسه لحضرتك ده مش مطلوب، لا اللي فوق مطلوب، لا الليفل الاولاني ده مطلوب العالي، ولا الليفل المنخفض خالص. عدم المبالاه بقى مش فارق مع الدنيا يعني. بالظبط. زي ما حضرتك قلت بالظبط بالظبط، فهو اصلا فاقد الحياه، هو مش عايش الحياه. فاللي بيحصل ان الاهل في الفتره دي والطلاب بتحط نفسها في مرحلة الأولانية اللي فوق اللي هي القلق العالي أو القلق الشديد. طيب إيه أسبابه؟ هما ليه بيخشوا في السايكل دي أو في المرحلة دي؟ الحقيقة القلق ليه ثلاث أسباب رئيسية. أول حاجة ممكن يبقى سبب وراثي، سبب جيناتك وراثي. السبب الثاني ممكن يبقى فيه هرمون السيروتونين المسبب للقلق بيبقى عالي شوية، فبيخلي منطقة الأميجدالة المسؤولة عن القلق نشطة، فهو يبقى قلق. السبب الثالث بقى هو الأكثر شيوعا عند الناس كلها، إن الناس بتاخد خبرات سيئة من الآخرين. يعني مثلا حد من الجيران، الام والاب، حد من زمايل في الشغل شاف ابنه دخل امتحان في الماده الفلانيه فمثلا ما عملش نتيجه كويسه، او نسي كل حاجه وهو داخل الامتحان، فبيبتدي يخزن ده جوه الذاكره بتاعته ويبتدي يطبقه بشكل خاطئ على نفسه، ان ده لما يحصل لي فهيحصل لي. ده بقى السبب الاكثر شيوعا.
في سبب تاني ان الناس ما بتبقاش عامله اللي عليها تجاه الموضوع اللي مسبب لها قلق. يعني مثلا الطالب لو قال ان قلق شديد بالدرجه دي ان احنا بنسميه بقى قلق مرضي، ممكن يكون هو مقصر الفتره ما قبل القلق، ما قبل الامتحان. انت عارف انك ما عملتش اللي عليك، ما عملتش اللي عليك، ما ذاكرتش بكفاءه، ما عملتش اللي عليك وما خدتش بالاسباب، وبالتالي انت دلوقتي قاعد متضايق وخايف وشايل حمل على كتافك كتير، وبالتالي بيبقى القلق بشكل مرضي. طيب القلق معدي يا دكتوره؟ القلق معدي للاسف. للاسف في محيط اللي حوالينا، لو في فرد من الاسره مثلا عنده نوع من انواع القلق ممكن ينقله لغيره بمنتهى السهوله، ولكن بتختلف الدرجات. يعني ممكن في واحد قلق بشكل عالي جدا في الليفل العالي بتاعه مثلا، وفي ناس ممكن لا تبتدي ان هي تاخده بالليفل المتوسط، حسب الشخصيات، حسب درجه الايمان بالله، حسب كل واحد بيجتهد قد ايه. طيب اعتقد ان احنا عندنا تجربه دلوقتي، لو اخذنا على سبيل المثال تجربه الكوفيد او تجربه الكورونا. تمام. لو قسناها على السوشيال ميديا هنلاقي ان القلق اصبح صعب جدا. يعني اصبح ان بعد القلق مكان ان احنا مجموعه ناس قاعدين في مكان بيوتروا بعض، اصبح الحاله من التوتر حاله عامه. ده اكيد. ازاي بقى الموضوع ده دخل واستجد علينا حاله القلق من خلال السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا عموما هي بتضخم الاحداث. يعني احنا لازم ناخد الخبر او مصدر الخبر نفسه او الكيس او الحاله من مصادر موثوق منها. يعني نكتفي قوي ان احنا ناخد المعلومات من وزارة الصحة. كويس. ليه انا اشغل بالي بحاجات تانية بتنزل ممكن اخبار مش مظبوطة، بتنزل اشاعات، بتنزل حاجات تطعيم مش عارفة سيء، لا ده حصل فلان حصل له كذا، هو مين اللي حصل له؟ طب انت سمعت منين؟ طب انت الخبر ده جاي منين؟ فافضل حاجة ان احنا ممكن احنا نبعد عن المواقع اللي هي غير موثوق فيها. مش لازم دايما ندي دماغنا للسوشيال ميديا ونفضل سامعين، كفاية ان ناخد من مصدر موثوق منه. طيب هل الاعراض بس اعراض نفسيه، اعراض في الفكر وفي ولا الاعراض بتتحول من اعراض ان هو شاغل باله او تفكير سريع؟ لا، الاعراض جسمانيه بقى، ندخل بقى في فكره ان احنا في تعب نفسي بمعنى اصح. مش بس هي بتبقى تعب نفسي زي ما حضرتك بتقول كده، القلق ممكن لو زاد عن حده في المراحل الخطره زي ما قلت لحضرتك في الليفل العالي ممكن يؤدي لاعراض بنسميها سايكوسوماتيه، بتنقل على جسمه، ممكن يحس بصداع، يروح للدكتور يقول له ما عندكش حاجه، طب ايه السبب؟ وتوجه لحاجه نفسيه. ممكن يحس ببطن، بمغص مثلا، وجع القولون العصبي. بالظبط، القولون العصبي مثلا. ممكن يحس ان هو مثلا رغم انه نايم عدد ساعات كبيره الا انه همدان جدا وحاسس بكسل. ليه؟ لان طاقته كلها مسحوبه في التفكير في القلق. الطاقه دي كلها رايحه في حته غلط، عمال يفكر طول الليل وطول النهار، وبالتالي الطاقه كلها مسحوبه في حته غلط، فحاسس انه على طول تعبان، مهما نام كويس، مهما كل كويس، مهما عمل كل حاجه، وفي الاغلب هم مش بيعرفوا يناموا كويس. دايما بنقول يعني بنميل بيكون ابيض او اسود، الا القلق بالذات المنطقه الرماديه بتكون كويسه جدا دي. أكيد. يعني لا تبقى انت مش فارق معاك حاجه في الدنيا يعني، بالزبط. او لا مبالاه متناهيه او قلق زايد عن الحد. بالظبط. طب ازاي نعمل التوازن ده بقى؟ ازاي نعمل التوازن؟ لو في موضوع قلق حد، زي مثلا احنا بنتكلم على الامتحانات والمذاكره، فبنسال الطالب والله انت خايف من ايه؟ هيقول مثلا انا خايف ان انا انسى كل حاجه. او انا خايف ان مثلا الانترنت يقطع وانا بمتحن اونلاين. طب تعالى ناخد الفكره بتاعتك دي ونبتدي ان احنا نسالك كده ونفكر فيها بالراحه واحده واحده. ايه اللي مسبب لك الفكره دي؟ ايه الدليل اللي عندك، الدليل فعلا ان الموضوع ده هيحصل؟ لو القلق ساعتها في حاله شديده هيبقى عنده دلائل، وهيقول والله انا عندي مشكله في كذا وعندي مشكله في كذا، وحاسس ان ممكن ان انا بنسى كتير. طيب اخبارك ايه في الفتره اللي فاتت؟ هل حصلت الموضوع ده قبل كده معاك، ولا دي اول مره انت لسه بتفكر فيها؟ بنبتدي ناخد منه كل الدلائل دي كلها، الشواهد كلها اللي بيقولها، وقصادها بنرجع نساله نقوله طب انت في وجهه نظرك ورايك انت ممكن تعمل ايه، او ايه ممكن اللي يحصل ان هو يعارض كل الحاجات دي ويلغيها لك تماما. فممكن يقول مثلا فعلا انا كنت مركز في المذاكره على جزء معين. انت عندك حق، يبقى انا كده لازم اخد الموضوع كله عشان ما ابقاش قلقان، ما ابقاش خايف ان حاجه تيجي على حساب حاجه تانية. ممكن يقول مثلا انا كنت مقصر في الجزء الفلاني، انا ما بنامش كويس، انا مش بذاكر عدد الساعات الكافي. يبتدي يدور على الحاجات دي كلها ويبتدي يعمل الحاجات اللي تلغيها. ساعتها فكرة القلق النفسي هيبتدي يهدى منها خالص ويرتاح نفسيا. حلو جدا. طيب خلينا ناخد الموضوع ده للمذاكرة بقى دكتور، يعني ازاي يخش في استرخاء شوية، ازاي يريح نفسه كده
ويهدى من الموضوع ده. جميل جدا. بالنسبة طبعا للطالب والبيت، أصل البيت برضه عليه دور كبير، يعني لو هو ممكن يبقى هدهم هيوتروه. يعني فاهم، ركز يا ابني، ذاكر لك كلمتين زيادة، اقعد لك ساعة أنت ما ذاكرتش أنت. وبتفرق كتير، ممكن حد يكون بيحصل في وقت قليل جدا وحد بيقعد فترات طويلة ما بيحصلش. بالظبط، دي اللي بنسميها الكفاءة في المذاكرة، حكاية التحصيل. يعني ممكن طالب يقعد 4 ساعات لكن نسبة تحصيله للأسف ضعيفة جدا، وممكن طالب يقعد ساعة نسبة تحصيله تمام، هي الساعة، فدي نسبة الكفاءة في المذاكرة. الأهل عليهم دور كبير جدا في الموضوع ده، ودي اللي بتأدي إلى صحة نفسية سليمة للطالب، اللي بتأهله إن هو يبتدي يذاكر كويس، ويبتدي إن مشاعر القلق والخوف ديت تروح من عنده. طيب الأهل إيه دورهم في الجزء ده؟ أول حاجة إن هم مش كل شوية يعيدوا عليه أنت مش عارف تعمل حاجة، أنت ما بتذاكرش، أنت فاشل، أنت مش عايز أقولها يعني، أنت فاشل، أنت كذا. مجرد ما يلاقوه قاعد بيعمل حاجة غير المذاكرة، أنت قاعد فاضي ليه؟ أنت قاعد فاضي ليه؟ أنت مش وراك مذاكرة؟ لا، الأهل لازم تعرف إن الطالب مش آلة مطلوب منها مذاكرة بس، هو إنسان ليه اهتمامات، ليه ممارسة رياضة، ليه حاجات بيحبها حقه إن هو يعملها في الحياة. صحيح إن الأولوية هي للمذاكرة، ولكن إن في حاجات تانية هو يعملها بتأثر على صحته النفسية. يبتدوا يعيدوا عليه الكلام الكويس، اكيد كل ولد وبنت في الدنيا فيه مميزات. بالظبط، خلينا نركز على المميزات اكتر، وكل ما نلاقيه بيعمل حاجه حلوه نعززه ونقوله برافو، ونقول له كويس، انت كويس في كذا وكويس في كذا. الجزء ده يا ريت ان احنا ننميه شويه، لو لقينا ضعفان في حاجه، لو لقينا مقصر في المذاكره شويه، نفتح لغه الحوار بين الاهل والولاد. انت ليه مقصر؟ طب ايه اللي مضايقك؟ ونبتدي نتكلم ونفتح لغه حوار. دي بتهدي نفسيته، لان اوريدي الطالب والطالبه لما بيحسوا ان الاهل مضغوطين منهم ومتضايقين منهم، هو كمان بيبقى مضغوط مش قادر يذاكر. طيب اللي بيتبع ده برضه يا دكتور مباشرة، إذا أنت يعني نصحت ووجهت وأنت شايف إن مفيش يعني فيش استجابة قوي، شايفة حضرتك الوسيلة المثلى للتعامل في النقطة دي إيه؟ إن مفيش استجابة بالنسبة للطالب؟ مفيش استجابة بالنسبة، هو مش فارق معاه الموضوع. ليه مش فارق؟ ما إحنا هنيجي هنا بقى ونفهم. هل الأهل خلاص وصلوا لمرحلة إن هم مش قادرين يتفاهموا معاه؟ فنقدر نلجأ لحد متخصص لايف كوتش او اخصائي صحه نفسيه يفهم المشكله منه فين. لازم طرف خارجي بقى في النقطه، ولكن بس في الاول ندي للاهل فرصه ان هم يجربوا يغيروا الطريقه بتاعتهم، وندي لهم فرصه مثلا شهر. غير معاملتك مع ابنك، غيري معاملتك مع بنتك، سمعيها كلام حلو، جربي معاها التشجيع، وشوفي الدنيا شكلها ايه. مفيش حد بيتغير بين يوم وليله. فمش معقول ان انا هبقى ضغط على حد، ابص الاقيه بكره عملته كويس فهو هيبقى كويس. كل حاجه بتاخد وقت. كل حاجه بالوقت بتتصلح. طيب ده برضو كويس يا دكتوره. اكيد موضوع الرضا الداخلي او السلام الداخلي مرتبط بالسعاده، دايما هما مرتبطين ببعض. ازاي نحسسه ان يعني هل جو البيت بشكل عام ده بيوفر له مناخ امن ان هو يفكر كويس، ولا التوتر اللي في البيت بيتنقله فممكن يتوتر ازيد، فبالتالي احنا ما بنحصلش حاجه كلنا يعني. طبعا التوتر زي القلق معدي. ولازم البيت يبقى جو هادي وجو سليم، صحه نفسيه للطلبه وللولاد، علشان يقدروا هم كمان يبقوا هادين ويقدروا ان هم يذاكروا. لان ممكن عامل القلق وعامل التوتر وعامل الجو اللي هو بيبقى متوتر في البيت بينقل على الطالب والطالبه، بيخلي الذاكره بتاعتهم مش كويسه، بيخلي التركيز بتاعهم مش كويس. فهو بيبقى قاعد اوريدي يذاكر بثلاث اربع ساعات، لكن مخه بيفكر في الهم اللي عنده، في المشكله اللي عنده، وممكن ما يقولهاش لانه محرج من بابا ومامته ان هو يصرح بيها مثلا. فمن الاحسن حاجه بنعملها لهم ونقدر نقدمها فعلا لاولادنا هي هديه ليهم، هو بيت مريح نفسيا. بيت مريح نفسيا مهما كانت المشاكل. مفيش بيت في الدنيا بيخلو من المشاكل طبعا. ولكن المشاكل دي ننقلها في حته بعيد عنه. مفيش داعي يسمعوا صوت زعيق وصوت صريخ ويعرفوا ان في مشاكل جامده. كل حاجه بتتحل بس بطريقه معينه، بالطريقه الصحيه عشان خاطر ولادنا. دي اغلى هديه بنقدمها لهم الحقيقه. طيب الشاب او الولد او البنت عندهم استعداد يقعد بالساعات على السوشيال ميديا، ما عندوش استعداد يقعد 10 دقائق على الكتاب. ازاي نعمل يعني تقارب ما بين الاثنين؟ يعني ازاي ممكن زي ما بتقعد 10 ساعات على السوشيال ميديا اقعد لك يعني ساعه ولا ساعتين على الكتاب زي ما بتقعد على السوشيال ميديا؟ في الحال الفرق ما بينهم كبير جدا. يمكن برضو قبل ما يعني على ايام ما كنا بندرس يعني او ما زلنا بندرس، بس ايامها كانت الدنيا ما فيش السوشيال ميديا بالشكل ده، فكانت برضو الدنيا اهدى. يعني كبرنا نشوف المسلسل بالليل وخلاص يعني. فازاي بقى ما نوازن ما بين الاثنين يا دكتور؟ طبعا دلوقتي زي ما حضرتك قلت كده العالم مفتوح، في مليون حاجة يقدروا يعملوها، الموبايلات والبلاي ستيشن والانترنت، حاجات فعلا مغرية جدا جدا بالنسبة لهم. عالم ملون، عالم عمال يجذب انتباههم بشكل رهيب. هم ليه بيحبوه؟
بيحسسهم بالسعاده بشكل فظيع، لان هو بيقدر ياخده من غير مجهود وتعب. صح. هو بيلاقي حاجه حلوه قدامه كده من غير ما يذاكر، من غير ما يتعب، من غير ما يعمل اي حاجه في الحياه. اهم حاجه في الموضوع ده ان احنا نبدا نوعيهم، ويا ريت كل ما كان السن صغير والتوعيه بقت بدري يكون افضل. للاسف ده احنا بنزرع فيهم، هو اهم حاجه ينزل من يعني ما يضايقش الاب والام في سبوق قدام الكرتون بالساعات، ودي بدايه البذر زي ما بنقول يعني. ما هي ده بقى دور البيت ودور الاهل. لازم يبقى في توعيه اصلا للاب والام انه عارفين الحاجات دي قد ايه مضر، وقد ايه بتقلل التركيز، وبتقلل نسبه الذكاء، وبتاثر على المذاكره، وبتخليهم عصبيين جدا، بتزود كهربه المخ، بتخليهم عصبيين جدا، وبالتالي انت متوقع منه ان اداؤه هيبقى كويس في امتحاناته ومذاكرته؟ اكيد لا. فمش هينفع ان الاب والام يريحوا دماغهم علشان خاطر في الاخر يلاقوا ابنهم مش واصل للتوقعات ولا حتى نص التوقعات اللي هم كانوا حاطينها. فالوعي يبدا الاول من الاب والام، والاب والام بدورهم يوعوا الولاد، يوعوهم بطريقه ظريفه، مش لازم يقول له كذا 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 والعلم قال كذا 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 كذا، لا، كل واحد باسلوبه والدخله بتاعته وحسب السن. وجميل قوي ان احنا نقول لهم ايه، مش انت معاك الموبايل وتخش على الانترنت، خش دور انت بايدك، ابحث دور، نفسك تشتري السماعات الجديده اللي هي بتعمل كذا وكذا، طب ما تخش تبص كده على اضرارها، شوف كده هي ممكن تاثر عليك بشكل عامل ازاي. هل يقتنع؟ واحده واحده. شايفاه يقتنع بالفكره؟ مع الوقت اكيد. زي ما بقول لحضرتك التغيير مش بين يوم وليله، مش معنى ان انا قلت له النهارده خلاص، بس المهم ان على المدى البعيد هيبتدي ان هو فعلا يقتنع. طيب عايزين بقى ازاي نقول روشتات حلوه، ازاي نديهم بقى الكبسوله بمعنى اصح للاهل والاهل واللي في البيت، وكمان الشاب المقبل على الامتحانات يعني. اهم حاجه الهدوء في البيت، اهم حاجه البيت يبقى هادي، مفيش توتر، مفيش اي حاجه. اتكلمنا عن القلق وقلنا عادي جدا ان الواحد ممكن يقعد مع نفسه حتى ويعرف الفكره اللي مسببه له القلق ايه، ويبدا ان هو يعالجها ويطلعها من نفسه بالطريقه اللي احنا قلناها. في حاجه ظريفه قوي كمان بتخرج مشاعر القلق، لو خلاص هو على وشك الامتحان وفعلا في توتر وقلق سواء للاب والام للاهل للطالب، حاجه ظريفه جدا بتحصل ان هو ممكن يكتب مشاعر القلق دي كلها في ورقه، بيعمل حاجه اسمها اخلاء مشاعر، بيطلع كل الحاجات اللي حاسس بيها دي في الورقه والقلم، او هو لو مش حابب ورقه وقلم فهو يعني بيذاكر كتير فزهقان من الورقه والقلم ممكن يسجلها بصوته. زي ما حضرتك بتقول كده، هما بيحبوا السوشيال ميديا وبيحبوا الموبايل وبيحبوا ان هما يتعاملوا مع الحاجات دي، تبقى طريقه ظريفه جدا. قد ايه بعد كده بيحس براحه، ممكن يكررها مره واثنين وثلاثه لحد ما يحس ان هو اهدى واحسن. الاهم من ده كله بقى الثقه في الله عز وجل. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. انت عامل اللي عليك، قدمت في الاول وتعبت وكله تمام واستغليت وقتك وبتاكل كويس، بتنام كويس، اهم حاجه بتشرب ميه كويس، كل العوامل مظبوطه، خلاص ثق ان ربنا هيعمل لك الخير ومش هيضيع مجهودك ابدا. صحيح. طيب انا بس حاجه اخيره وفي عجاله يا استاذ ايمان، في الحقيقه فكره الثقافه المقروءه دي حاجه احنا اتربينا عليها، فرقت معانا جدا ان احنا نمسك كتاب ونقرا. ما اعتقدش ان في السن ده او في الجيل ده حد عنده استعداد يمسك اصلا كتاب او صحيح. يقرا فيه. صحيح. ازاي ممكن ننشئ جيل ان هو يرجع للكتاب تاني ويحس بملمس الورق زي ما بيقولوا؟ يحس بملمس الورق. والله احنا ممكن نشجعهم، يعني مثلا نقول له انت لو قريت الكتاب ده النهارده هيبقى عندك حافز. هنشوف اكتر حاجه بيحبها ايه ونبدا بيها، قريت 10 صفحات ليك الحافز ده. طب هو مش حابب الكتاب، هو مش عارف يمسك الورقه، بيمل من القرايه مثلا، بيقول مثلا بيجي لي صداع بتعب، مش انت بتحب الانترنت ومعاك الموبايل واليوتيوب وكل حاجه؟ اقرا فيه. لا، الكتب بتنزل سماعي، في ملخصات للكتب بتنزل سماعي، خلاص انت مش عايز دي ممكن تاخد دي. ولو عندك شغف لمعلومات اكتر امسك الكتاب جنبك وابتدي ان انت دور على الحاجات واقراها، ونبتدي ان احنا نشجع بالطريقه دي. صحيح. دايما زي كل مره بسعد بالحوار معاكي. ربنا يخليك. ونسمع حاجات مفيده جدا. مرسي. سواء للشباب او سواء الاسره، بس نتمنى بقى الناس تسمع وتنفذ. يا رب ان شاء الله. حضرتك بتقولي بس احنا في الحقيقه لا نكل ولا نمل، احنا نوصل المعلومه بالزبط. لان ده دورنا، وطبعا حضرتك دي رسالتك زي ما بيقول ان انت توصلي المعلومه رب. بشكل كبير، وربنا يكرمك ويجعله في ميزان حسناتك. مرسي. الف شكر. شكرا جزيلا ومشرفتينا استاذه ايمان صلاح داوود، مدرب حياه معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج. شكرا جزيلا. شرفتينا. الف شكر. طبعا لتقرير قبل ما ادخل الحوار الثاني اللي بنقدم فيه نموذج من شباب جيل المستقبل، عقدت وزاره الشباب والرياضه حوار شبابي مفتوح مع ابرز الشخصيات العامه والمسؤولين وقاده الراي على الانترنت، وضمن سلسله حوارات كانت قد اطلقتها الوزاره تحت اسم معاك اونلاين.
وبتهدف السلسله لفتح حوار مع الشباب حول ابرز القضايا العامه المثاره على الساحه والتعرف على المحطات الرئيسيه في مسيره حياه الشخصيات العامه اللي بتتم استضافتها واللي بتمثل النموذج والقدوه للشباب. شوف التقرير وباذن الله نبدا حوارنا مباشره بعد الفاصل. نظمت وزارة الشباب والرياضة حلقة جديدة من سلسلة الحوارات الشبابية معاك أونلاين على مسرح الوزارة وعلى موقعها الإلكتروني بحضور دكتور مصطفى وزير الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار والدكتور محمد مبروك مستشار وزير الآثار للعرض المتحفي والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وعدد كبير من الشباب وطلاب الجامعات. دعي أستاذنا الدكتور زاهي حواس لحضور الافتتاح وهو هناك بيتفقد القطع الأثرية المعروضة لقى موميا بالشكل ده في المومياوات الملكية شمال ثم اليمين، لقى الوضع ده قال له دي موميا ملكية أقدر أرجعها بلدها مصر، التاني أحرج قال له هنقدم هدية. في سنة 2003 كنا بنستقبلها في الأقصر، حاليا معروضة في متحف الأقصر. دار اللقاء الحواري والذي أداره الإعلامي أحمد سالم حول العرض الملكي للمومياوات المصرية وانتقالها لمتحف الحضارة المصرية وكيف تم اكتشاف تلك المومياوات ودور هذا الحدث في تنشيط السياحة المصرية. عندنا في كلية الإعلام كانوا أبدوا استعداد كبير جدا، وعلى الرغم من أن الفترة اللي جاية دي هي الفترة اللي هيبقى فيها امتحانات النهائي للفصل الدراسي الحالي وحاليا في امتحانات المنتصف، ولكن على الرغم من كل هذه الأعباء اللي عليهم هم حرصوا أن هم يكونوا متواجدين. في شباب كتير قوي بيكون عندهم أهداف الحملات بتاعتهم وعايزين يوصلوها للمجتمع بس مش بيبقوا عارفين، فالمبادرة دي هتساعدنا كتير جدا في ان احنا نقدر نوصل الاهداف دي. طبعا جايين عشان نسألوا اكتر عن مشاريعنا ونطمن ان احنا مشاريعنا دي هتطلع فعلا ان احنا نقدر نحققها في امر الواقع على الارض الواقع. سعادة بالغة ظهرت على وجوه الشباب في هذا اللقاء والكشف عن اسرار اعلنها الحاضرون والاجابة عن تساؤلات الشباب والحاضرين. معاك اونلاين سلسلة من اللقاءات الحوارية المفتوحة تنظمها وزارة الشباب والرياضة بين مختلف الفئات العمرية من الشباب وعدد من القيادات العامة والتنفيذية في الدولة للتعرف على قصص نجاحهم وتجاربهم الشخصية. من داخل مسرح وزارة الشباب والرياضة، عبد الحميد صقر، النيل. برحب بيكم. نموذج مشرف من الشباب المصري، نموذج من جيل المستقبل بنقدمه لحضراتكم النهارده. محمد مجدي احد الشباب اللي هو يعني حاول يشارك ويساهم في بناء الوطن من خلال وزاره الشباب والرياضه، مبادره كانت في عام 2018 ابن وطنك، لكن في الحقيقه الفكره كبرت معاه وبقى مشروع خاص بيه وما حاولش يدور على زي ما بيقولوا الشغل في الحكومه ويدور على وظيفه، لكن في الحقيقه حب يبني نفسه بنفسه ويبني ازاي الشغل الخاص بيه، وتحول المبادره اللي كانت من وزاره الشباب والرياضه لبزنس او مشروع خاص بيه تحت مظله المشروعات الصغيره والمتوسطه وجهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه. في الحقيقه كلها افكار بناءه، كلها افكار محموده. الفكره بتاعته عباره عن منصه خاصه بالبرمجه والبرمجيات بتساعد المؤسسات التعليميه الطبيه التجاريه على تقديم الخدمات ومواصله اعمال يعني مواصله الاعمال الخاصه بيهم. ده اللي هنعرفه مع ضيفنا النهارده محمد مجدي مؤسس منصه ابني دوت كوم. شرفنا محمد. شرفت بيك يا استاذ عمرو. محمد قول لنا بقى انت بدات ازاي، احكي لنا كده شويه عن نفسك عن الشباب بيبتدوا زيك. تمام. انا كنت في كليه التربيه جامعه عين شمس. في 2008 حصل انفلونزا الخنازير والدراسه وقفت، فكنا قاعدين بنفكر في الكليه ازاي ان التعليم يبقى اونلاين. ده كان في 2008، لسه التكنولوجيا ما وصلتش والانترنت ما كانش بالقوه دي، كانت حاجه بعيده المنال. بعد كده في 2017 و2016 بعد التغيرات اللي حصلت في البلد ولقينا ان احنا لازم نساهم كشباب واي حد عنده فكره لازم يقدمها للدوله، ابتدينا نشتغل على مبادره ابن وطنك ان احنا نتكلم ازاي نتحول رقميا للمجتمع، سواء في التعليم في الصحه في الاقتصاد، وكان يهمنا اكتر التعليم لان احنا شفنا التاثيرات اللي بتحصل على العقل الجمعي المصري والعقل الجمعي العربي من قوى اخرى ان هم يشكلوا العقول ان هي تهد البلد ما تبنهاش. فشكلنا مبادره ابن وطنك، وكنا بنعتني جدا باختيار كلامنا عشان ندي كلام ايجابي وندي صوره ذهنيه ايجابيه للمجتمع.
والحمد لله الدولة والقيادة السياسية قدرت ان هي يعني تبقى مع الشباب ومع فكر المستقبل، وشفنا الصحة اللي حصل فيها، التحول اللي حصل في الصحة من 100 مليون صحة، وشفنا التعليم دكتور طارق شوقي جهود جبارة جدا للتعليم الاونلاين، ده طمنا على بلدنا وحسسنا ان احنا في الاتجاه الصحيح. الحقيقة بعد كده لقينا مسابقة أبو هشيمة وجهاز تنمية المشروعات قدمنا فيها باسم المبادرة، يعني خدنا تدريب كويس جدا جدا من جهاز تنمية المشروعات على ريادة الأعمال، وإزاي يبقى عندنا خطة أعمال واضحة وندرس سوقنا، وإزاي نبقى في بيزنس حقيقي، لأن مصر الاقتصاد المصري محتاج اقتصاد حقيقي. ويعني من خلال حضرتك لازم أشكر معالي وزيرة الصناعة نيفين هانم جامع وكل المدربين اللي دربونا في جهاز تنمية المشروعات، أستاذ سمر مسلم وأستاذة مي مصطفى وأستاذة رنا عز، لأن الناس دي تعبت بجد وحسسونا إن فعلا الدولة فيها ناس بتشتغل. فتحت موضوع جهاز تنمية المشروعات، وإحنا أثرنا النقطة دي قبل كده في جيل المستقبل، وكان لنا لقاء المسؤول إن الجهاز مش بس بيقدم دعم مالي، ده الجهاز بيقدم خدمات أخرى، إن التدريب والتسقيف وتنمية المهارات ده جزء من دور الجهاز. انتوا خدتوا النقطة دي، خدنا النقطة ما خدتوش تمويل بس أو ما خدتوش تمويل أصلا؟ لا خدنا تمويل، خدنا تمويل لكن مسابقة. خدتوا الجزء الخاص بالتنمية المهارات بمعنى تنمية صح، وإزاي يرسموا لك زي ما نقول دراسة الجدوى أو تحط رجلك على الطريق إن أنت تفتح تجارة خاصة بيك أو شغل خاص بيك أنت. عايزين النقطه دي محمد بس عشان دي مهمه جدا للشباب. تمام، هو احنا خدنا تدريب متطور، والتدريب ما يتقيمش بالفلوس، يعني لو التمويل اللي خدناه رقم فالتدريب اللي خدناه والعلم اللي خدناه حاجه كبيره جدا. وكل الشباب يعني بنصحها ان هي تتوجه لجهاز تنميه المشروعات او لوزاره الشباب والرياضه او لوزاره الاستثمار، في تدريبات قويه جدا، لان الفكره او المشروع مش هي اللي بتخليك تنجح، دراستك وشغلك ودراستك للسوق ودراستك للمنافسين هي اللي هتمكنك من النجاح. والاقتصاد المصري محتاج مجموعه من الشباب الاقوياء، وعندنا فرص واعده كبيره جدا، الدوله المصريه بقت دوله قويه جدا وفي استثمارات عاليه ممكن الشباب المصري يبقى فيها. الشباب المصري مش اقل من الشباب الامريكي او اقل من الشباب الصيني او اقل من شباب في اي دوله في العالم. اي شاب في مصر لو خد الخطوات الصح واتدرب كويس واخلص النيه وحب فعلا بلده وحب مجتمعه ربنا هيكرمه بكتير جدا، بس يخلص النيه ويتجه للخير. احنا مصر وشعب مصر شعب الخير، فالخير محتاج تعب ومحتاج شغل ومحتاج تدريب جيد ومتطور. فجهاز تنمية المشروعات الحقيقه قدمناه التدريب، قدمناه التشبيك مع مستثمرين ومع جهات منحه اخرى، قدم لنا تمويل لما فزنا بالمسابقه. فأنا شاكر لجهاز تنمية المشروعات ولوزارة الشباب والرياضة والمصر والفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي علمنا ازاي نقول تحيا مصر ويحيا شعب مصر. فاحنا حاسين الحمد لله ان احنا في فترة قوية جدا ومصر قد الدنيا. طيب عايزين نتكلم عن مبادرتك وفريقك وقدمتوا ايه وهتقدموا ايه برضه؟ مبادرتنا احنا دلوقتي بنمتلك حلول رقمية، مدرسة رقمية نقدر نوردها للمدارس اللي موجودة في مصر او في افريقيا. بشغالين على مدرسة اسمها بير عنخ، بير عنخ دي هنقدم فيها العلوم المصرية القديمة والعلوم المتطورة. عندنا شبكة طبية متطورة برضو، قدمنا الشبكة في السعودية وفي شبكة هنا في مصر، وبننشئ شبكة خاصة بينا اسمها جولد ميد كير لخدمة الطلاب. عندنا موقع التواصل الاجتماعي وهو كوكبي.com، كوكبي.com ده بيمكننا ان احنا نبني عقل جمعي ايجابي للمصريين وللعرب، لان الحروب الجيل الرابع والجيل الخامس بتعتمد على تغيير الافكار وان انت توجه الافكار في اتجاه معين. مش هنقدر نواجه الكلام ده غير بان احنا نمتلك منصتنا الخاصة اللي نقدر نحط فيها محتوى ايجابي وجيد يمكن الناس ان هي فعلا النشئ اللي يطلع ده لو دخلته في الفيسبوك او دخلته في اي منصة تانية انت مش كنترولينج عليها هيتشكل وعيه وفق مؤسسين المنصة دي. فاحنا كوكبي.com مهتمين جدا ونتعاون مع كل الوزارات ان احنا نبني فضاء الكتروني يشكل وعي النشء، ان احنا نطلع شباب مبدع، نطلع شباب ملهم، نطلع ناس قضى في الرياضة في العلم في كل حاجة. طيب هل في تواصل محمد بقى مع وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومة؟ انت عارف ده اهتمام دلوقتي انت بتتكلم فيه، ده اهتمام الدولة، وكان في تصريحات من سيادة الرئيس ان احنا لازم ننشئ الشباب بشكل يبقى متواكب مع الطفرة العلمية الخاصة بالتحول الرقمي، والدولة بتتجه بقوة جدا في موضوع التحول الرقمي. الحقيقة يعني احنا وزارة الاتصالات لسه ما خطبناهاش بشكل رسمي، لكن هي في الخطة عندنا، وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار. كنا مستنيين نخلص نماذجنا الرقمية عشان نقدر نخاطبها، احنا الحمد لله خلصنا، هي بس مسألة ترتيب أولويات بالنسبة لفريق العمل. لكن احنا من أوائل الناس اللي هنخاطبها هي وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، لأن هم المفروض هيدعمونا الدعم الكافي. هم معنيين بالموضوع يعني. هم معنيين طبعا بالموضوع، ولكن في فرق يعني كشباب، يعني نتكلم كشباب شوية،
في المسؤول اللي بيبقى تقني جدا جدا جدا، لو بعت له مقترح او فكره ممكن ما يهتمش بيها، دي من تجربتنا يعني. لكن لما تنفذ المقترح وتقدم له تقول له اهو المقترح اللي احنا مقدمينه، انا مخلص هجرب، حضرتك اعمل التيست بالظبط هجرب بس ومورد يعني للسوق والدنيا تمام، فحسينا ان العلاقه هتبقى افضل والعلاقه هتبقى اريح في التعامل، لان احنا الوقت والزمن هو اكتر حاجه احنا بنملكها كبني ادمين، فممكن المؤسسات ما تراعيش وقت الستارت ابس او كده، فحبينا ان احنا نستثمر وقتنا بشكل اكتر. لكن ان شاء الله يعني في خلال الاسبوع الجاي هنبقى عند وزاره الاتصالات والتكنولوجيا. طيب معلومات، خلينا نتكلم بقى بشكل تكنيكال شويه على قد فهمي يعني، الترافيك بقى عندكم عامل ايه يعني، الدنيا عندكم ماشيه ازاي؟ تمام، هو الترافيك ده بيبقى في مواقع التواصل الاجتماعي، لو حضرتك بتتكلم عندنا قد ايه، احنا دلوقتي في مرحله التست في كوكبي دوت كوم، احنا عندنا 1000 يوزر، الاطلاق الفعلي هيبقى 21/12، ال1000 يوزر التست او الترافيك 21/12/21 ان شاء الله. يعني انتوا لسه شغالين على الفكره؟ احنا خلصنا الفكره وخلصنا التست، ما انطلقناش لسه شغالين على المحتوى، احنا عايزين نجهز التايم لاين بتاعنا بحيث لما حضرتك تدخل او اي حد من الشباب يدخل يلاقي فيه محتوى جاذب، محتوى يقدم المعلومه اللي احنا حابين نوصلها، مش محتوى مسيء او محتوى لغرائز معينه، ضئيل كمان، محتوى ما يلاقيش فيه اللي انا عايزه. يعني عشان كده احنا عايزين وزاره الثقافه وزارة الآثار تساعدنا في المحتوى ده، وأكيد وزارة الشباب والرياضة مش هيتأخروا عننا إن احنا نبني منصة إلكترونية تعبر عن عظمة مصر وعن قدرة مصر، وكوكبي دوت كوم كوكب مصر بقى، يعني احنا كنا بنسمع عن كوكب اليابان وكوكب ألمانيا، احنا دلوقتي بالقيادة السياسية في الست سنين اللي حصلوا احنا فعلا في كوكب مصر، ومصر بتتطور، مصر فيها مدن كبيرة. انت برضو محتاج محمد اللي لازم في الحياة المشاركة، مش بس عشان يبقى دعم أو مد، لا في الحياة عشان تبقى المعلومة مدققة، يعني المعلومة مدققة ونرجعها المصدر، فبالتالي يكون عندي ثقة في المنصة الخاصة بيك. ما هو وزارة الثقافة وزارة الآثار احنا مش عايزين منهم دعم مالي، احنا عايزين منهم دعم فكري ودعم محتوى، وان هم يبقوا مسؤولين عن منصات معينة تدي التاريخ الحقيقي المصري، لان مصر فيها يعني قمة في التاريخ وحاجة عظيمة جدا لما الواحد بيغوص في التاريخ المصري، فبلد الحضارة تحتاج ان فعلا اي كلمة هتتقال تبقى صح. احنا مش الدعم اللي بنطلبه من الجهات هي دعم مالي، لا احنا عايزين دعم فكري، دعم تقني، دعم نتطور، احنا حابين نبقى نماذج ناجحه ومتاكدين ان دولتنا هتساعدنا عليه. لازم اسالك برضو عشان تنجح او تلاقي الدعم اللازم، ايه اللي عندك مختلف غير اللي عندهم؟ اللي عندي مختلف غير اللي عندهم، لو هنتكلم في كيس واحده، ان احنا عندنا 4 كيسز، يعني عندنا المدارس وعندنا المستشفيات وعندنا التواصل الاجتماعي وعندنا المتاجر الالكترونيه. خلينا نتكلم في التواصل الاجتماعي لان هو ده المشروع الاساسي اللي احنا بنيين عليه الشركه. يعني اول حاجه ان احنا الثقافه المحليه احنا نقدر ننافس بيها. تاني حاجه احنا عندنا سوق قوي جدا في مصر، احنا بنتكلم في 50 مليون مستخدم للفيسبوك في مصر، احنا لو جبنا مليون اكونت بس اللي هو 1% من الشعب المصري احنا ابتدينا نحقق نجاح كبير. ان انت تقدر تشبك الناس وتمكنهم من النجاح، اللايك والشير بيديك بوينتس، البوينتس دي بعد كده بتتحول لفلوس. في المرحله الاولى انت هتاخد بيها ديجيتال برودكت، هتاخد بيها كورسات، هتاخد بيها يعني تقييمات او حاجه تنميكو. بعد كده لما يبقى الاستثمار بتاعنا استثمار قوي ويبقى عندنا استقرار، لا هتقدر تسحب فلوسك زي مثلا تيك توك. وكمان احنا عاملين ميكس ما بين فيسبوك وتويتر وتيك توك، احنا مش عاملين حاجة واحدة، احنا عاملين 3 حاجات. والافضل كمان ان احنا نقدر نبيع السوليوشن ده او السوفت وير. يعني احنا اخترنا ان احنا هنعمل كوكبي دوت كوم، طب نفترض ان في جهة معينة او مستثمر معين عايز يعمل موقع التواصل الاجتماعي بتاعه باسم تاني، احنا كابن دوت كوم بنقدر نوفر له السوليوشن ده. ويهمنا ان احنا نعمل اكبر عدد من المنصات المصرية، احنا داخلين على 5 تريليون دولار تجارة الالكترونية في 2021. فخامة الرئيس بيتكلم ان احنا محتاجين 1 تريليون او 2 تريليون دولار سنويا علشان مصر تبقى بالشكل اللي احنا عايزينه، فمش هنقدر نوصل الارقام دي غير لما نبتدي ونعافر وربنا يكرمنا. ان شاء الله اللي بيتعب وبيجتهد يا محمد لازم بيوصل، وده مهم جدا. انتوا شباب يعني خطيتوا خطواتكم وابتديتوا بمجهودكم الذاتي، فاكيد ان شاء الله توصلوا وتلاقوا الدعم اللائق بيكم وتلاقوا الدعم المناسب من كل الوزارات. في الحقيقه ده كمان احنا دعوه من خلال محمد بنساندهم في هذا الموضوع، وان هم نتمنى طبعا يلاقي من كل الوزارات المعنيه الدعم ان شاء الله اللائق بيهم في الفتره القادمه. انا شرفت جدا كل التوفيق يا محمد، وان شاء الله موفقين باذن الله المره اللي جايه تكون المنصه انطلقت وليكوا بدل مليون واحد واثنين وثلاثه ان شاء الله. هي ابن دوت كوم انطلقت، كوكبي دوت كوم اللي هتمتلك، وحضرتك تبقى موجود في حفل الانطلاق ان شاء الله. شكرا ان شاء الله، قدمنا الدعوه باذن الله نكون موجودين معاكم ان شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا ليك محمد مجدي، مؤسس مبادره والفكر الخاصه بالمنصه، منصه ابن دوت كوم. شكرا.
ونحاول موفقين ان شاء الله الفتره اللي جايه. في النهايه تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وباذن الله يتجدد اللقاء مع حضراتكم في نفس الموعد من الاسبوع القادم. الى اللقاء.